الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وتلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، نسأل الله العافية والسلام، إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة الذين اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على هذا الطريق. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على هذا الطريق المستقيم، أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة.